عليك أن تحب العلماء والمتعلمين، لأن المرء مع من أحب، لأن المرء مع من أحب. فإن لم تحبهم الإنسان قد يحصل له ما يعوقه عن تحصيل هذه المحبة، لأن المحبة عبادة وطاعة لله جل وعلا، لكن قد لا يوفق الإنسان، لأن هذه أمور قلبية، قد يكون عنده من الأعمال ما يحول دونه ودون هذه المحبة. لأنه قد يقول قائل إن الإنسان هل يمنع من يحب أهل الخير؟ وهل كل شخص يوفق لحب أهل الخير؟ قد يكون عنده من الأعمال ما يحول دونه ودون هذا العمل الفاضل خير، وحيل بينهم وبين ما يفهمون، فإن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. لماذا؟ ظلما؟ لا والله، وما ربك بظلام العبيد، وإنما لوجود بعض الأعمال التي تجعل هذا الشخص يحال بينه وبين قلبه وبينه وبين مراده. قد يحب الإنسان، يود الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا لما يسمع من فضل الذكر، لكن تجد من أيسر الأمور عليه الكلام الكثير القيل والقال، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أثقل من الجبال عنده. لماذا؟ هل هي بالفعل ثقيلة؟ ليس ثقيلة، لكن عنده من الأعمال ما يحول بينه وبين تسهيل هذه الأمور تيسيرها. فإن لم تكن متعلما فأحبه. لماذا؟ لأن المرأة مع من أحب. فإن لم تحبه فلا تبغضه، أقل الأحوال عالج قلبك لا تبغضه. يعني بعض الناس ما يكفي لا يحب أهل العلم، بل إذا رآهم يكاد يتميز من الغيظ، نسأل الله السلامة والعافية لما جبل عليه من خبث الطوية وسوء النية. وكل هذا سببه التساهل بالأمور اليسيرة من فضول الكلام وفضول الأكل وفضول النظر فضول النوم. هذه الفضول تتراكم على القلب وهي الران، ثم بعد ذلك تسهل عليه مزاولة المكروهات، ثم يجرأ على المحرمات، ثم بعد ذلك يطبع على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يتنبه الإنسان